يقول اعتزال أخ لإخوته من فرط ما أساءوا له واستغلوه وأخذوا ماله وبيته، فهل هذا يعتبر قطع رحم؟ يعني هو طبعا الإسلام لا يرضى الظلم، نعم، ولا يرضى قطيعة الرحم. فهم ظلموك، حاول تاخد حقك يعني، وحكم من يعني ترضى دينه من الأقارب، من حكماء البلدة، من كذا، حتى تأخذ حقك وتصل إلى يعني سلامة الصدر بينك وبين إخوتك. نعم. لأن تأخذ منهم حقك وتستوفيه وتقعدوا مع بعض جلسة واثنين وثلاثة عرفية وترفعوا حتى قضايا على بعض. ولا لا نتمنى أن يحدث ذلك بين المسلمين، لكن اللجوء للقضاء مش جريمة يعني في النهاية، مش عيب. وننتهي بأن كل واحد خد حق وتصافت القلوب. ويا حبذا لو كان ذلك في المجالس العرفية اللي ما بقاش فيها تقسية للقلب ولا إيغار للصدر قوي. نعم. وانتهينا من الخلاف المادي القائم بينكم، وانتهينا إلى أنه نتصافى ونتصالح، هذه الصورة المثالية، أن كل واحد ياخد حقه ونحن نتصافى ونتصالح. طيب في ظلم حتى وما عرفتش أعمل الكلام ده، وحاولت كذا مرة ولم يستجيب إخوتي، تمام، على الأقل لا تكن قاطعا للرحم. نعم. في سلام عليكم وعليكم السلام، وفي مناسبات كبيرة بتجمعنا، عيد ومش عارف إيه، وفاة قريب، زيارة قريب جاي من بعيد، الحاجات الرسمية. نعم. بحيث لا تكون هناك قطيعة. أيوة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. أي ثلاث أيام. أيوة. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. ويعني يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أوائل من يدخلون الجنة من المسلمين أهل الإحسان. نعم. قال ومن أهل الإحسان يا رسول الله؟ قال الذين يصلون من قطعهم الله. ويعطون من حرمهم. نعم. ويحسنون إلى من أساء إليهم. فلتكن من هذه الطائفة المحسنة، ولتحتسب ذلك عند الله عز وجل، وتيقن أنك إذا تركت شيئا لله أخلف الله عليك بخير مما تركت. طيب يعني هو دكتور في الوقت ده عنده حل من حلين. يعني يصف الخلاف اللي موجود وياخد حقه. أيوة. بتحكيم العقلاء أصحاب الدين والخبرة من الناس. طيب. إما يعفو ويصفح ويترك ذلك لله، ويحافظ على الحد الأدنى من التواصل، بس لا يقطع الرحم. لا يقطع الرحم. طيب جزاكم الله خيرا يا دكتور.